السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بحل أسئلة أو متابعة لدرس القراءة وجوه القمر. والآن مع بعض هنشوف التمرين اللي هي عندنا أكمل عناصر القصة. عناصر القصة الأحداث اللي هي رجوع سلمى عابسة، نعم، وعندنا الشخصيات الرئيسية سلمى وقمر، والشخصيات الفرعية هي الوالدين والعقدة اللي هي تعدد وجود قمر. طيب، ما أهم صفات سلمى؟ نعم، أجيب على الأسئلة الآتية. ما أهم صفات سلمى؟ إن إنسانة كانت مرحة ومشوشة ودائما يعني بتعيش في نوع من البهجة والفرح. كم وجه للقمر في القصة اللي هي متعدد الوجوه؟ وكيف شبهت سلمى صديقتها بالقمر متعدد الوجوه والأشكال؟ طيب، مع بعض نشوف باقي الأسئلة. Let us share screen together. نعم، مع بعض نحل هذه الأسئلة. الهدف الإجابة على الأسئلة. نعم، من هي سلمى؟ نعم، هي طالبة في الصف السابع. ماذا يحدث عندما كانت تحضر سلمى في أي مكان؟ نعم، أينما حضرت، حضرت معها البهجة والمرح. وماذا حدث لسلمى؟ لم تعد ابتسامتها تملأ وجهها كما سبق، يبدو إنها تمر بفترة عصيبة. فترة عصيبة، نعم، يعني فترة صعبة، hard time. هل تمر سلمى بفترة عصيبة؟ نعم. كيف عادت سلمى من المدرسة؟ عابسة، زعلانة. هل ألقت سلمى التحية على أحد؟ She greeted anyone? No. لا. نعم، ماذا ألقت سلمى على الأرض؟ نعم، ألقت حقيبتها على الأرض. ما الذي يجلب لسلمى المشاكل مع والديها؟ نعم، طرقت الباب اللي هي طرقتها المحمودة هي التي تجلب المشاكل. نعم، تطرق باب غرفتها بصورة يعني مزعجة. التمرين التالي الهدف منه اختيار الكلمة المناسبة. اختار الكلمة المناسبة لإكمال معنى الجملة. عندي الكلمات الحقيبة، عابسة، التحية، طالبة، البهجة والمرح، عصيبة. سلمى طالبة، أينما حضرت، حضرت معها، نعم، البهجة والمرح. يبدو أن سلمى تمر بفترة عصيبة. عادت سلمى من المدرسة عابسة، نعم. دخل سلمى غرفتها دون أن تلقي التحية على أحد. ألقت سلمى الحقيبة على الأرض. أتمنى كل واحدة فيكم تكون فهمت هذا الإكسرسايز ويعني فهمت القصة تماما، وهذه الأسئلة توضيحية لهذه القصة. شكرا جزيلا طالبات العزيزة.